يا بودي، ازيك يا بودي؟ مش بقول لك ليميت؟ ابص فيها اه ايه؟ ابص فيها. هتبص فين؟ ايه هتبص في ال بص لنا احنا. بص لنا احنا. صحيح، ازيك يا بودي؟ اهلا بك. عامل ايه؟ انت مالك متنك عليا كده ليه؟ في ايه يا عم؟ لا والله، بس عشان في ريحة الطبيخ بس كده مجنناني، اه مش الشيف طارق عارف. بيعمل حاجة. هو انت جاي نستضيفه في برنامج نشهرك ولا جاي عشان تاكل؟ جاي اكل. جاي تاكل؟ ايوه، تحب تاكل ايه بس بقى؟ احنا مش هناكلك والله. اللي تجوله بيه بقى نضيف عندكم بقى، وانتوا تشوفوا بقى انتوا تعملوا معايا ايه. طب انت جاي من دمياط دلوقتي صح؟ ايوه، وقفتوني كتير على البوابه بره، والله عارف يفتشوني وبهللوني. ما هو لازم، فتشوك. بس انت مش حاطط كمامه. ما معايا بره الاستاذ قال لي اقلعه وانت داخل. الشنب ده بتغطي بيه الكمامة ازاي اصلا؟ يا بيعملوا لي كمامه مقاسات خاصه. مقاسات خاصة. ايوه. طب وانت مبسوط ان انت معانا؟ حاسك انت لا مالك والله متاخد مبسوط، كده بس ليه؟ زي ما بقول لك، بس الاكل بس يعني. يا عم هنأكلك بعد ما نخلص، بس خلينا في الحوار ماشي الأول. بس ايه ماشي. لبس المدرسه اللي انت جاي بيه ده اصلا؟ ده ام اللي مختارهولي. مامتك هي اللي مختاره اللبس ده؟ ايه انت مش متجوز يا بودي؟ لا والله، بس في يعني حوار كده يعني بينه وبين واحده اسمها فريده. فريدة. بتحبها؟ بتحب فريدة؟ مالها بقى فريده دي؟ والله اتعرفنا على بعض، اه وهي دلوقتي بس متخانقين مع بعض. اوجه لها بس رساله. ابص فيها، ابص فيها عايز توجه لها يا عم. رسالة؟ بص في اهو بص في الكاميرا. اهو اوجه لها كلمه اهو في اهو الكاميرا. كده ايوه تمام. زي يلا. ما انت باصص كده. كره. اه ماشي. عايز عايز تقول لها اقول ايه؟ لها بس انه انا بحبها، وانه ما كنتش اقصد ازعلها يعني. واذا كان بس على لما عزمتها في الكافوس بتاعت حاسب، انا كنت بختبرها بس يعني. مش تختبر ايه ده؟ انت طلعت بخيل بقى اصلا. لا والله، يا اختبارات قبل الجواز بقى، ما انت فاهم الزود ده هي والله اللي يعني. تختبرك في كده، مش انت مفيش اللي ست تختبرها بتحب في كده. حد بخيل اصلا يعني. خليها تدفع يا بودي، مش عيب كده. والله هو بيني وبينكم، بس انا ما كانش معايا فلوس يومها. بس ما والله تعزمهاش، معكش فلوس ما تعزمهاش. والله بقى طقت في دماغها وقالت لي عادي الحب بقى ومعادي الحب، فقلت ما اكسفهاش يعني. يعني انت تحمد ربنا ان انت مثلا ما خرجتش مع نانسي. كنت هخلص لك محفظتك، مش خلي لك جنيه واحد. الحلقة دي هتتذاع وفريدة هتشوفها. اه احنا على الهوا اصلا. لا والله اه والله. مش عارف اتكلم بقى. طب انا من رأيي بقى تغيظ فريدة بنانسي. وعشان كده انا كنت بسأل فريدة هتشوفها ولا لا. ولا انت خايف فريدة؟ لا انا ما ما هي كده بخافش، كده، مش انت كده كده متخانق معاها؟ متخانقين يعني. طب بس خلاص يا عم، هي مش ترجع لك تاني بعد الحركة اللي انت عملتها في الكافيه دي. انا بقول لك خلاص. خلاص انت زوروكا. زيرو كام ايه؟ معلش انت جاي تاكل ولا جاي تتعرف ولا ما قصتك تفكرنيش ايه؟ بقى. زود واربعة، اقسم بالله بطني وجعاني من الاكل. انا عايز اكل انت جعان لسه؟ ها. طب جدا انت عامة بتحب تاكل ايه؟ والله. هو اولا انا ما بحبش ابطر على النعمة يعني. اي حاجة هم عاملاها ايه انا باكلها. اي حاجة يعني ايه اكتر حاجة؟ طب مفيش حاجة بس معينة بتحبها؟ بتحب الاكل الشرقي يعني، ملوخية ورز وحاجات دي؟ بحب. الاكل الشرقي وبحب الرأس الشرقي برضه. اي شرقي بحبه. انت عايز تمثل يا بودي؟ عايز تبقى ممثل كده مشهور زي ادوارد؟ هو اولا الاستاذ ادوارد ده علامة من علامات الفن، بتحب ربنا يخليه بتحب ليه. ادوارد؟ بتحب تمثيل ادوارد طبعا، امال ايه، هو الوحيد اللي عيطني في رمضان اقسم بالله. يا حبيبي؟ بجد؟ ربنا اه يخليك. والله. انا ما معيطش يعني، انا دمعته مش قريبة. انت المفروض شكلك كده جامد يعني. امال ايه، ما بقول لك انا جامد انت بكره. بس برج، انت برج ايه يا بودي؟ انا جوزائي. الايه؟ جوزائي. جوزاء. ده انت متقلب يعني، يوم او يوم لا. والله امي بتقول لي كده على طول، بس اه برضه ما بصدقش الكلام ده اه انت يعني. شايف، انت شايف ان انت عادي يعني مش متقلب. والله انا مش بآمن بالكلام ده يعني خالص يعني. انا بالنسبة لي جوزاء مش جوزاء انا مش فارقة معايا يعني. اهم حاجة ان انا عايش وباكل وبشرب وخلاص. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com أو اتصل على الأرقام التالية. ألفا، قنوات الأسرة العربية.